فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نبداو حديثنا على مقابلة المنتخب التونسي وفوزه ضد منتخب زامبيا. باش ناخذوا كلمة كلمة قبل من الأول، قبل ما ندخلوا في الديتاي أكثر تحاليل فنية، نبداو مع كمال. كيفاش شفت الماتش كمال؟ بون، شوف، انتصار مهم بالنسبة للمنتخب التونسي، 3 نقاط مهمين المشوار المنتخب. ممكن نجمو نحكيو أكثر على أداء، نجمو نحكيو أكثر على التغييرات اللي صارت في المنتخب، لكن في المباريات كما هذوما صحيح نقاط مهمة، في خاصة خارج الملعب متاعك. انتصار ثمين ان شاء الله نحاولوا ديما، شوف المنتخب ديما نحاولوا ديما نصلحوا، اهم شيء ما نخليوش رواحنا، ما نقولوش فزنا على زامبيا في زامبيا وصلنا اوكي سيبو عملنا باركور باهي، لا ديما نحاولوا، على خاطر فما اخطاء لازم نحاولوا نصلحوهم، ولو اخطاء نقفوا عليهم، وان شاء الله نشوفوا اداء احسن كي من المنتخب، على خاطر المنتخب خاصه عنده مجموعه طيبه من اللاعبين، فما لاعبين اللي يستحقوا يكونوا موجودين في التشكيله الاساسيه، فما لاعبين ريناهم اللي ممكن بعد شويه على المستوى نتاعهم. دونك ان شاء الله بالخدمه، وان شاء الله نحاولوا ديما نغزروا القدام. سامي، انا ما نغيرش الخطاب نتاعي والتحليل نتاعي، تكلمنا عليه المره اخرى، قلت لك وقتها يدخل فريق في تصفيات كاس العالم يلزمك تكون عندك نظره شامله، عندك معناتها النتيجه الانيه، عندك معناتها القيمه نتاع المنتخب هذا قاعد يتطور مش قاعد يتطور، وبعد عندك شنيه معناتها الهدف نتاع الفريق هذا. الهدف نتاع الفريق هذا بالطبع ترشح لكاس العالم، مشينا ديجا 5 مرات نحن لكاس العالم، شنو الفريق هذا قادر انه يقدم في كاس العالم؟ احنا اليوم في التصفيات الاولى، معناتها في تصفيات المجموعه مازالوا معناتها مباريات اخرين. التحليل ثم تحليل غير كروي اللي هو ممكن معناتها، وإذا سألتم الله فاسألوه البخت، واليوم كان عندنا البخت وربحنا 2 بشيء، بالرغم أنه الفريق الزامبي المتوسط جدا إذا ما نقولوش حاجة أخرى سيطر على 75% من المباراة. لكن فما نشوفوا اشترى كاس مليان 6 نقاط في 2 مقابلات اليوم. أنا قلت لك معناتها ثم تحليل أولي، ثم النتيجة الآنية، ثم الترتيب نتاع الفريق الوطني التونسي 100% معناتها باش يتعدى من المجموعه نتاعو، كان ما يتعداش من المجموعه نتاعو كانت باش تكون كارثه. هو انت قبل مقابلات قلت نجموا نتعداو نجموا ما نتعداوش. لا هذه كلمه قلتها في البلاتو اللي فات. وقت نقول نجموا نتعداو نجموا ما نتعداوش، قلنا احنا ان الفريق هذايا بصفه عامه نقطه استفهام، ما نعرفوش شنو باش يكون المردود نتاعو، المردود نتاع اللاعبين وكل اللي انه قادر معناتها يسيطر على المجموعه نتاعو يتعدى، نقطه استفهام على مستوى اللعب، يظهر لي كمال زعيم ولا حتى انت، حتى كان انت معناتها تحب تهاجمني مرات معناتها بصفه غير مباشره، ما تستفزني. علاش نهاجم فيك؟ لا باش تستفزني باش تستفزني، لكن مستوى اللعب للفريق الوطني التونسي في المباراه الاولى وفي المباراه الثانيه مش نتاع ان جراند افريك، معناتها بوتنسيال مش الفريق هذايا يمشي يعمل مع معناتها ما احسن بكثير، لكن بالطبع هذه المجموعه معناتها مجموعه كي البطوله، عندك 2 مباريات ربحنا صحيح. بالله سؤال سامي، تفضل. انت تفضل يكون نجيبوا 6 نقاط مع اداء كما قلت انت محتشم، والا تفضل ما نجيبوا نقطتين ولا 3 من منتخب لعب كوره ما نعرفش برشا ولا نتكلم؟ لا اسلام شوف هذايا معناتها السؤال ما يتطرحش معناتها، سامحني، ما يتطرحش بالطريقه هذه. بالطبع معناتها ليديال انه الفريق يلعب ومعناتها ويربح، لكن اللعب هذاك وطريقه اللعب والفريق هذايا يتطور ولا لا، هو باش يسمح للفريق هذايا انه يوصل الاهداف اخرى، والاهداف الاخرى باش نوصلوا لها نعرفوها، الاهداف الاخرى انه نمشيوا لكاس العالم واخيرا نتعداو معناتها، حتى كان ما نتعداوش نعملوا 3 مباريات باهيين، وماش معناتها في كاس افريقيا ونكونوا في المجموعه الاخرانيه مش نجموا نربحوا كاس افريقيا، اللي هو معناتها مستحيل بالمستوى الحالي بتاع الفريق. لذا بالنسبه لي انا هذا مش سؤال، وكانه واحد شامت في الفريق، مش هدر شامت. شوف المحب للفريق الوطني ورئيس الجامعه والمدرب والواحد وكل، المهمه نتاعهم انه يشجعوا الفريق هذايا، والمهمه نتاعهم انه يآزروا الفريق هذايا، والمهمه نتاعهم انصر اخاك، معناتها المبدا نتاعهم انصر اخاك معناتها ظالما او مظلوما، ظالما او مظلوما. احنا كصحفيين ولا كمحللين الدور نتاعنا ان نقولوا شنو اللي شفنا. بالطبع
وإذا كان ثم نتيجة ما نجموش نقوله مثلا مش نتيجة، لكن النتيجة يعرفوها المحبين والمدرب واللاعبين ورئيس الجامعة كلهم يعرفوهم. الدور متاعنا احنا أنا نقوله هاو شنو اللي مشى وهاو شنو اللي مشاش، وباش يتطور الفريق هذايا هاو شنو اللي يلزم. هذا هو الدور متاعنا. وقت تتخلط الأدوار، المحب يحب روحه يحب روحه لاعب، واللاعب يحب روحه مدرب، ورئيس الجامعة يحب روحه صحافي، وقتها الأمور ما تمشيش، وهذاك الوقت الأمور ما تمشيش. باهي كمال، قبل ما نسألك على ديتاي تكنيك، نحب ناخذ رأيك في كلام سامي، شنو رأيك؟ شوف انت السؤال اللي سألته ممكن تنجم تطرحه على كان نحكيه على منتخب آخر، يعني ما عندوش تاريخ، ما عندوش دي زوبجكتيف كبار، ما كان ما وصلش برشا للتصفيات كاس العالم، ما ترشحش. ممكن نجمو نحكيو على منتخب اخر، لكن المنتخب نحكيو على المنتخب التونسي. تقول لي اوكي جبنا 6 نقاط باهين معاك، لكن الاداء وقت اللي سامي يحكي على من بعد يعني حسب كان غلط سامي صحح لي، تحكي على من بعد يعني اوكي جبنا 6 نقاط وترشحنا من بعد. ما الناس نحسوا في عنا فريق يعني اللي نجموا نعملوا حاجه في كاس العالم، ما عندناش عنا فريق نحسوا لفريق رزين في فوق الملعب. يعني ممكن نحكيوا على موريتانيا يلوج على النقاط اكثر من اللي يلوج على الاداء، ويلوج على ستابيليتي نتاع ليكيب، ويلوج على الافيكاسيتي في وسط المجموعه وعلى اللاعبين. لكن كي نحكيوا على المنتخب التونسي نحكيوا على منتخب لازم يكون فما الاداء وفما نتيجه وفما اهداف وفما فما فما اشياء كي تشوف الفريق يخليك مطمئن الفترة القادمة. دونك تحليلي، هذا تحليلي يا راوي. اي رايك باهي. كمال فنيا اليوم نحكيو على التشكيل الاساسي بدات المقابلة بارابور الماتش اللي فات، شفنا زوج تغييرات، دخول حمزة المثلوثي مكان وجدي كشريدة، دخول سيف الدين الجزيري كذلك مكان سيف الدين الخابي. شنو رايك في زوج تغييرات هذو؟ بون انا شفت التغييرات اللي صاروا بارابور المباراة الأولانية بلوز إكيليبري المنتخب، يعني كي دخل المباراة يعني بالتغييرات اللي صاروا، على خاطر ما ننساوش المباراة اللي فاتت اللي ضيعنا 45 دقيقة كاملة يعني ما كناش جاهزين ما كناش حاضرين. دونك المباراة هذه دخلنا أكثر إكيليبري، حمزة المثلوثي موجود، علي معلول على اليسار، في الوسط نيتي بيان، فما 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 لاعبين اللي عندهم إمكانيات وعندهم من الشخصية اللي فوق الملعب اللي يجموا قادرين اللي يجموا يتحكموا في الكرة أكثر. كنا نجموا نعملوا ما أحسن، ضيعنا برشا كور، فما برشا بوكو ديشي تكنيك. سجلنا في 7 دقائق 8 دقائق سجلنا 9 دقائق على ضربة جزاء، ممكن كنا نجموا نعملوا أحسن من هكاك. كتشوف الكاليتي دي جوار اللي موجودة وتشوف اللاعبين خاصة فما لاعبين عندهم خبرة، دونك ممكن كنا نجموا نعملوا أحسن. لكن ديما أنا نقارن بالمباراة اللي فات، ديما نقارن الشوط الأولاني نقارن فيه بالشوط الأولاني متاع المباراة اللي فات، أحسن من المباراة اللي فات أنا نشوف. سامي شنو رايك في التشكيله؟ هل هما احسن 11 اليوم بداوا؟ وخاصه شنو رايك في التغييرات بارابور الماتش اللي فات؟ لعبت برشا نداو بسيف الدين الجزيري، اليوم قينا اساسي سيف الدين الجزيري. شوف كما قال كمال وكنا نتكلموا قبيله في الاوف انا وكمال، انا وقت شفت التشكيله الاساسيه معناتها بكل صراحه كنت متفائل، كنت متفائل لانه ممكن من اللي جاء معناتها كبير الفريق الوطني، معناتها هذه معناتها التشكيله الاكثر توازن. كما قال لك عندك دو لاتيرو، عندك دو بون لاتيرو، عندك عندك تروا دومي، معناتها عندك معناتها عندك العيدوني وساسي وسخيري، عندك خزري، عندك عندك جزيري، معناتها نومينالمون لي زاتاكون موجودين لي دومي احسن 11. اي مش لا مش احسن لا، بعد ثمن مباراة بعد ثمن مباراة تجي في الاخر بكل بالنفس هذايا معناتها نقولوا نفس هجومي، عندك دو لاتيرو معناتها المثلوثي ومعلول، عندك دو زاتاكون القدام، عندك خزري، ما ثم زيرو اوكازيون دو بوت، صفر، ما ثم حتى فرصة تهديف للفريق الوطني، فرصة فخودي من يوسف فهم. لا في نحال جارديان هي une seule occasion وقت تقول une seule occasion sur un match alors que nominalement احنا اللي نحكيوا عليها هذه قلنا انه ثم اكيليبر avec عندك معناتها deux arrière latéraux اللي ils peuvent attaquer، لكن تشوف وسط الميدان نتاعنا يلعب براتيكمون قدام الدفاع نتاعو،
ما ثم حتى كرياتيفيتي اوفنسيف وما ثم شوف لا ما ثم حتى سوتيان اوفنسيف حتى سوتيان اوفنسيف تتلوح الكره اما الجزيري اما الخزري اما فخر الدين وهذه التوصيات كانت واضحه للاتيرو ما يطلعوش لا سمع بشوي وقتها ما يطلعوش للاتيرو ريزون دو بلوس انه لاعبي وسط الميدان يكون معناتها هما يمشيوا للمؤازرة ويمشيوا للأبوي ويخلقوا هما وينجموا هما يمركيوا وقت جزيري فيكسي ولا وقت خزري فيكسي ولا وقت واحد ينجموا هما يمركيوا شفناهم ثلاثة لاعبين هذوما براتيكمون ما وصلوش لـ 30 متر أدفيرس معناتها لـ 30 متر أدفيرس بيان سور ثم نقاط استفهام كبيرة وحنا كنا نعرفوها من قبل شنو هي ليتا دو فورم نتاع وكيفاش الرجوع نتاعو للفريق الوطني فخر الدين بن يوسف نشوفوا لكورب ديسندانت توا عامين على الاقل عامين مش ما نكونش معناتها مش ما نكونش ميشان كما يقولوا نتاع فرجاني ساسي تكلمنا المره الاخرى تتذكر اسلام على السخيري ذكرنا على السخيري سخيري لو جوار نتاع كولوني واللي قلنا مطلوب واللي واحد وكل سخيري زيرو ابور اوفنسيف لي جوار كيما ذاك اللي عندهم لو بروفيل هذاك هاو يماركي في كولوني هاو تلقاه في لي 16 متر 50 ادفيرس لذا وقت تقول لي انت لي كونسيني من الاول انه لي زاريير لاتيرو انه لي زاريير لاتيرو معناتها الظهيرين ما يهبطوش متفاهمين اي ما يهبطوش هذوكم ما تنجمش انت تطلب من لي زاريير لاتيرو حمزه مثلوثي وعلي معلول اللي هما بيورمون اوفنسيف قول له ما يطلعش لا معناتها ردا على ملاحظه نتاع اسلام قال لي كونسيني انا ما يعطوش يا سيدي نقولوا انه لي كونسيني اللاعبين هذوما ما يعطوش بيان كيما قال ما نجمش معناتها نحكي على شفناه مش هم طلعوا برشا الزوز علاش قلت لك انا علاش قلت لك ما لا نقطه الاستفهام شبيهم الزوز هذوما ما طلعوش بكل نقطه الاستفهام الثانيه فينو لابور اوفنسيف نتاع لي دومي وبعد وقت تبدا عندك زوز لاعبين كومبليتمون اور دو فورم دو ماتش اللي هما فرجاني ساسي وبن يوسف وقت تفهم بعض الاشياء وبعد نرجعوا للشوط الثاني اي التغييرات اللي صاروا في الشوط الثاني ما جابوا حتى شيء انا شفت تنجيو التغييرات فوالا هي الفكره معناها خلي راحه بالسياب سي وجدي الصيد التحق بينا سي وجدي شنحوالك السلام عليكم مرحبا بالخير الكل شنو الامور؟ الامور من ناحيه منتخب نتيجه لاباس خلينا اسال امورك انت ساعه قبل المنتخب الحمد لله لاباس خلينا ناخذ رايك في الماتش ساعه كلمه قبل ما ندخل في التفاصيل كيف شفت الماتش بتاع المنتخب اليوم؟ بون الماتش اذا كان نكونوا واقعيين يعني بصراحه اذا كان من ناحيه النتيجه يعني نعتبروها نتيجه ايجابيه جدا باعتبار انه الفريق الزمبي هو المنافس الكبير نتاعنا يعني في المجموعه ولو ان المجموعه هذه راهي ما هي إلا خطوة نحو الترشح لأنه بعد صحيح ما زال بعد فهمتني من ناحية النتيجة يعني نتيجة إيجابية جدا من ناحية الأداء ما تبدل حتى شيء في المنتخب نفس الأداء نفس الوضعية متاع الفريق ما تماش تحسن ملحوظ من ناحية الأداء ما تماش طابعة خاصة على المنتخب تماش كشيف تماش ما نعرفوش ليكيب ناسيونال تاعنا كيفاش تلعب من ناحية الهجومية على شنو تعتمد فهمتني جاتنا ظروف ممتازة جدا وأنه باش نلعبوا على الهجومات المرتدة في الشوط الثاني فهمتني لكن باري كأن ماناش خادمين منيح الكرة المرتدة لأن كنا نجموا نلقاو مساحات لقينا مساحات كبيرة برشا لكن ما استغليناهاش الكرات الثابتة ماهيش ناجحة في المنتخب بصراحة ماناش ناجحين في الكرة الثابتة لا في الركنيات بالرغم الكم الهائل تاع الركنيات والمخالفات اللي جاونا في الماتش الأول والماتش الثاني. يعني هذه ثم بعض النقاط السلبية بصفة عامة لكن من الناحية الإيجابية بصراحة اليوم من الناحية الإيجابية الفردية بالنسبة لي أنا فاروق بالمصطفى يعني منعنا تنجم تقول على الأقل من التعادل كنا نجم على الأقل نخرجوا بالتعادل يعني منعنا من درجين لاعب في الميكروس أي نتاعنا اختصاصنا لكن ما فيش إشكال أي ما قصرش المرة هذه فاروق كل واحد وقت اللي يلعب ماتش باهي نقولوا لعب ماتش باهي المرة هذه فاروق بالمصطفى عاد ما تشوه براتيكمون سون فوت فهمتني لكن الاداء في حاجه انه يتحسن علاش نقول لازم يتحسن الاداء بالرغم النتيجه الايجابيه كما قلت لانه ماتشات اللي جايين من بعد في المرحله الثانيه راهو باش نلعبوا مع دمادم تاع الافريق راهو باش يبقاو 10 منتخبات
باش تعداو خمسة ويروحوا خمسة، دونك باش تلقى شكون قدامك؟ باش تلقى كوت ديفوار، تلقى الجزائر، تلقى المغرب، معناها ما يسامحوناش، ما يعديوناش. ثم عندنا معناها منتخب يلعب أقل ما يمكن الأخطاء، منتخب يعني يحسن الكرات الثابتة، منتخب يلعب الكرات المرتدة يعني بكل معناها فاعلية. بصراحة ثم عديد النقاط اللي لازم يزيد يشتغل عليها المدرب باش يعطي شوية طمأنينة على الأقل للجمهور الرياضي في تونس. أنت نحكي أكثر تفاصيل. كمال، الشوط الأول قبلنا برشا ضغط كما قال سامي، تقريبا برشا فرص المنتخب الزمبي، فنيا علاش شنو السبب وصلنا برشا الكاش؟ بتتر على خاطر انا نشوف اللي يمكن سجلنا الهدف اللي سجلناه اوتوماتيكمون، يعني اللاعبين حبوا يستحفظوا على 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 النتيجه. انا نشوف اللي المنتخب كما كان يحكي توا سامي، الاسماء اللي موجوده واللاعبين اللي موجوده، شوط كامل خلقنا فرصه واحده براتيكمون، ما يعني دونك ما كانش كي تقول لي علي معلول على اليسار وحمزه مثلوثي على اليمين، سو سون دو زارير لاتيرو اوفنسيف. يعني قوتهم وين؟ قوتهم ديما في لابور اوفنسيف، وقت اللي حمزه مثلوثي باش يخدم على اليمين ولا علي معلول يخدم على اليسار، لي سون با وقت اللي انت حاجتك دو لاتيرو باش يقعد وما يطلعش، كنت تنجم تغير تحط زوج لاعبين اخرين في بلايصهم. لكن وقت اللي تشوف حمزه وعلي، دونك تعرف اللي الفريق بيرمون اوفنسيف، يعني يلفا اتاكي، العكس اللي شفناه اليوم. شوف قاعدين نخسروا في برشا وقت، خاصة يعني كنشوفوا المباريات الأخيرة متاع المنتخب قاعدين نضيعوا في برشا وقت. مباراة الجزائر ضيعنا براتيكمون 30 مينوت ونا بايي كاش، مباراة اللي فاتت كي جينا ضد منتخب آخر ضيعنا 45 دقيقة كنا نجموا نتعداو كوتي. كيف مباراة متاع اليوم ماركينا سجلنا هدف الأولاني، بعديك الناس الكل اونيتي يعني خايفين، الناس الكل خايفة، الناس الكل باش ما تقبلش فاروق بالمصطفى، عدا مقابلة كبيرة برافو ليه. لكن ديما ماذا بينا نشوف المنتخب كما قالك يعني عنده ان اوبجيكتيف، فما ديكرياسيون، فما ان فون جو، يعني نجموا نعرفوا شنو قاعدين نعملوا، مش لا كره ثابته استغليناهم، لا 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 الجاهزيه تاع اللاعبين تاع بعض اللاعبين استغليناهم. دونك انا حقيقه نتمنى نشوف الاداء نتاع المنتخب احسن بكثير، خاطرنا قادرين باش يكون الاداء نتاعنا احسن بكثير. شنو حبيت تعلق فيه؟ لا السؤال اللي انت اللي سالته قلت قبلنا نحن اللاعب توا، احنا وقت نهبطوا زوز لاعبي اطراف معناتها دو زاريات لاتيرو اوفنسيف، شنو الهدف نتاعو؟ الهدف نتاعو انه ما تخليش الفريق معناتها ادفيرس يضغط عليك كما تحب انت، توخر له لي بيسونتر نتاعو، انت وقت عندك معلول يمشي على اليسار ولا عندك الاخر يمشي على اليمين، ما عادش ينجموا يجيو هما لي بيسونتر نتاع الفريق ادفيرس، يولي يوخر التالي، وقت هذوكم ما يتحركوش. وزيد لاعبي وسط الميدان ما يتحركوش، معناتها براتيكمون معناتها فما سوليسيون فوالا. دونك تولي نقطة الاستفهام الكبيرة اللي قلتها أنت، بلكشي منذر كبير قال المثلوثي والنبي المعلول استغفر الله فهمت قلت لك العلي معلول والمثلوثي ما تقدموش، لانه هذايا هو اللي شفناه. معناتها هذاك الواحد قال لك هذوما الميزه نتاعهم وانت تهبطهم مش يعطيو ان بلوس سور لو بلان اوفنسيف. هذايا كل ما صارش انت الاخر دقيقه كانوا يعدلوا لك، الاخر دقيقه كانوا معناتها كانوا مش يربحوك، ما تنساش معناتها ابارتير معناتها من الويتيام مينوت اللي هي ماهيش معناتها حتى البينالتي هذاك مش احنا جبناها معناتها ينجم حتى الحكم معناتها ما يزفرهاش، لانه طلعوا مع بعضهم، طلع معاه بالراس ضربت في يده الاخرى، ما مشاتش للكون الكره هذيك ولا حاجه. من الدقيقه 8 قبلنا ان نقبلوا اللعب افيك لي ريسك هذوك الكل. اليوم شكون احسن لاعب في الفريق الوطني؟ احسن لاعب في الفريق الوطني هو فاروق بالمصطفى. معناها انه الفريق نتاعنا سيطروا عليه كما يحبوا. بالنسبه لفاروق بالمصطفى، ما زلت شاد صحيح في رايك انه معاذ حسن احسن جارديان تونسي بعد عمل ماتش محترم اليوم فاروق، خاصه منعنا نجم نقولوا. شوف انا معايا كوارجي وانترينر، شوف الحارس مرمى كمال اونترينر زاد لا نعرف نعرف معناتها على باس وجدي لعب بقل الكره. الحارس المرمى اللي ما تغمضش عينيك معاه، حارس المرمى اللي يشد لك سته كور
بفلت الكرة سهلة ما تنجمش تعول عليه. أنا قلت أعطيت رأي فني، قلت انترنسيكمون بالنسبة لي أنا معز حسن سوبيريور أ فاروق بن مصطفى وسوبيريور أ بن شريفية. هذا يا رأي راهو ما يدخلش فيه للمشاكل، ما قلت لك المشاكل الشخصية لنشكون لنشكون لشكون ينتمي كل. أنا قلت لك انترنسيكمون هو أول ما شد ليكيب ناسيونال تتذكر شنو اللي قال كبير خاطر ثم نقاش شكون البرومي جارديان قال فاروق قال الامر محسوم الواه ما عادش هو تيتولير خاطر ما عادش اساسي في التراجي لا خاطر لا زاد يعمل اغلاط والواه هو والواه يوصل انه يجيب معز حسن اللي هو ما عندوش فريق وما ينشطش لانه في الاخير في الاخير في الاخير ما عندوش ثقه في حارس مرمى. ماذا بيا انا يكون معناتها يثبتوا اون فوا بور توت خاطر كان باش نمشيو لاي كومبيتيسيون راهو وما عندناش حارس اساسي ثابت حتى هو راه حتى في مخه معناتها حارس المرمى حتى في مخه حارس المرمى ما ينجمش ثلاثه مش ثلاثه حراس المرمى ما ينجموش يعطيه المردود يقول لك انا الغلطه الصغيره اللي باش نغلطها باش يدخل هذاك واحد وكل دونك تدخل بلبله. اليوم ريزولتا دو كورس اليوم مازال ما عندناش حارس مرمى اساسي بور لو مومون سي فاروق بن مصطفى كما كان فاروق بن مصطفى كان في وقت مواقات معناتها كان بن شريفية كما في وقت مواقات ولا معز حسن لكن الامر هذا مازال ما تحشمش دونك قلنا اليوم فاروق بن مصطفى هو احسن لاعب لانه فريق الزمبي سيطر على اكثر من 75% من المباراه. مازال عندنا سامحني اسلام احنا مشكله كبيره نتاع المجال مفتوح اللي حاب يتكلم تفضل لانه احنا يكون المنتخب الوحيد تقريبا نبالغ شويه كنقول في العالم اللي ما عندوش حارس مرمى اساسي معروف نمرو ان معروف معناها عليه اجماع منتخبات الكل في العالم معروف برومي جارديان فماش فلان لو برومي جارديان تونس شنو راجع هذا تونس في تنبك لوجود لي جارديان بيوت الغوله يا مات عطوقه يا مات معناها عبد الله وغير وغير كان عطوقه لو برومي جارديان تقلقش سي وجدي شنو راجع شكري بريود كذا فهمتني دونك هذا يرجع للجارديان انفسهم اللي ماهم ثابتين في المستوى نتاعهم ولا المدرب ولا شكون بالضبط؟ لا لا ما نقولش مدرب انا لا اما المستوى نتاع الحراس يعني اولا متقارب وماهوش مستوى كبير لانهم كلهم قاعدين يغلطوا. نعطيك حاجه اخرى انا توا بالمصطفى جارديان تيتولير توا بليكيب ناسيونال تيوريكمون ها حتى يكون براتيكمون بعد ينجم يكون باش ريفي تيتولير في الاسبيرونس اتو مومون شكون الموقف؟ صحيح اتو مومون جمل معاها مثلوثي في الاطوال اتو مومون ينجم يكون مثلوثي يعني هما بيدهم اللي جارديان اللي موجودين في ليكيب ناسيونال ماهم سور 100% باش يكونوا تيتولير في جمعيات كثير الور في ليكيب ناسيونال ولو انه جمل هو اللي اساسي في الاطوال قبل بلبوليا مبدا لا لا الماتش الاول الثاني داكوردو بعد يفور بعد الغدا اسكو باش يقعد هو ولا لا النقطه هذه راهي ضرنا اكثر من اللي تنفعنا علاش؟ ستابيليتي لا لا ابار ستابيليتي على خاطر في كل ايكيب ولا كل منتخب ثم برومي جارديان دوزيام جارديان ترازيام جارديان برومي ما قعدش البرومي جارديان خايف تمركلوش بون تقول لك اه مالنا كيما صار في الكوب دافريكا اللي فات دونك il doit trancher staff technique il doit trancher il لازم ثم برومي جارديان دوزيام جارديان ترازيام جارديان دونك جست ملاحظه صغيره اكثر من هذاك ثلاثه معناتها ايا سوبوزون اللي بن شريفية ولا حتى الثلاثة هذوما اليوم في الفريق الوطني الحارس الأول ينجم يولي الحارس الثالث ديريكتومون والحارس الثالث ينجم يولي الحارس الأول معناتها باش نقول لك أنه المسألة راهو في غاية الأهمية وقت واحد يعرف روحه ينجم يتعوض في أي دقيقة ما ينجمش يلعب على امكانياته لي دو جارديان الاخرين ثاني خاصه بيان سور لي دو جارديان الاخرانيين ما كانوش موجودين في الستاج الاخراني في اللي ماتش ميكو ثلاثه اللي لعبناهم ضد الجزائر ومالي وغيره وموريتانيا اظن فهمني كونغو ثلاثه ماتشات ميكو الجزائر ومالي دونك عملنا هنا في ترو ماتش ميكو جمل وش اسمه بن سعيد ما كانوش موجودين فهمني كان معز حسن هو تقريبا كنا نراه في معز حسن بالثقه اللي عطاه له المدرب باش يكون هو الحارس الاساسي يظل لعب على الاقل زوج ماتشات كمش ثلاثه سامحني انا قلت حاجه قلت انا معناتها شكون تكنيكمون انترنسيكمون كل قلت انا رايي الخاص معز حسن سي لو ميور انا جون بارل ميتنون اون تيرم دو فالور وهذايا
فيها نقاش فالور انترنسيك كما تو فالور اي هي اما في الفورمه والجاهزيه اظن انه بن مصطفى وجمال هو تاكيد لكلامك جاهزيه اكثر منه تاكيد لكلامك سي وجدي ما تبدل شيء معناها الشامبيون واقفه بين ستاج اللي فات وستاج هذا ما تبدل شيء باش تعيط للجمال وبن سعيد كان ثم ضغط جماهيري كبير بالنسبه لمعز بتاع الاعلام وضغط جماهيري بالنسبه لمعز حسن المنظر الكبير كان فسر قال وقتها كان يلعب مش يلعب ينشط في فريق على الاقل يتدرب لكن الى اليوم ما عندوش حتى جمعيه معناها اكيد وعلى ذلك يشوف جمعيه في اقرب وقت ممكن لانه معز حسن هو قريب برشا من الكلوب ثم موجود الاتصال موجود مع معز حسن اذا كان يرجع يولي كومبيتيتيف معز حسن يكون عنده مكان في المنتخب ما نقولكش لو برومي غارديان ولا لا لكن باش يكون موجود في المنتخب اكيد لازمنا نعرفوا شكون لو برومي غارديان البرومي غارديان نعرفوا شكون لو برومي غارديان خلنا التصفيات كاس العالم من دون معناتها السيرتيتود نتاع شكون الحارس الاول عنده مدة المستاذي مش من اليوم عنده مدة يعني اليوم معز حسن يرجع يكون عنده فريق يرجع برومي غارديان ها اي صحيح ولا لا بوسيبل مادام لعب ما تشميكو بن شريفي اليوم يكون تيتولار في الاسبيرانس ينجم يرجع ليكيب ناسيونال بيان سور اتومومون فاروق يقعد على البنك في الاسبيرانس فاروق يقعد على الترازيام غارديان اسلام انا وانت عندنا دو زونترينور هنا راهو ثلاثه جماعات راهو نجموا نلعبوا في ليكيب ناسيونال معناتها مش مشكله بكل 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 بون انا اطول منك بالكرش هذه يا بنوبي هذا ما يمنعش اللي فاروق بن مصطفى اليوم قدم مردود جيد جدا هو منعنا لو كان مش فريق كل منعنا يكون ماشي وفتعادل عادي مال براد ممتازه جدا خاصه في اخر ماتش اللي براد يعني اللي بالراس يعني كانت تنجم كان حتى هو ماذا بين فريق كونفيرمي راهو باش يبقى هو يتمنى على المركز ماذا بين يلعب في الترجي ويلعب حتى مردود اللي عودنا به شوف باش تبني كيب ناسيونال يونيكيب باش تبني يونيكيب وما عندكش ان غارديان بوت اللي مش هو يزمو ياخذ ثقه في روحه يزمو هو يعطي ثقه للديفونس وللكيب الكل هو يعدي الثقه هذيك فهمني الزملاء وكل مش نلوجوا في غارديان يسمو هو ياخذ ثقه في نفسه المرحله هذيك لازم تعداوها نتاع هو ياخذ ثقه يسمو هو يعدي الثقه غارديان كي يبدا الديفونسيرات واقفين في يعني يعرفوا اللي وراهم ثم صد منيع يعني كبير برشا وما ياخذ ثقه في نفسه شخصيه قويه برشا هذا اللي لازم يتوفر توا في المنتخب باهي مازلنا باش نحكيو على مقابله المنتخب ومنتخب كذلك زامبيا نحكيو بعد شويه على التغييرات اللي قام بهم منذ الكبير اليوم خمسه تغييرات باش نحكيو عليهم شويه كيف نحكيو على تركيبه وسط الميدان اليوم بوجود العيدوني الصخيري وكذلك فرجيني سيسي شنو راي محللينا اليوم في الموضوع هذا الاخبار تجيكم توت سويت مع سويه سمعي وبعد راجعين